إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان الفائزون في مسابقة الدين حسن الخلق فاز بجائزة قدرها 1000 جنيه مدحة مجدي أحمد، حاصل على ليسانس آداب من محافظة القاهرة، وفاز بالجائزة الشرفية من داخل جمهورية مصر العربية صالح السعيد غراب، كبير معلمين متقاعد بالمعاش من محافظة الدقهلية، محمد عنتر محمد بدري إمام وخطيب ومدرس من محافظة القاهرة، وفاز بالجائزة الشرفية من خارج جمهورية مصر العربية محمود عبد النعيم عبد المجيد رئيس حسابات ومقيم بالسعودية، أميرة حسين عامر طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بالإمارات العربية المتحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الدين حسن الخلق، أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. الدين حسن الخلق مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. الإعداد مروى النجار، التقديم محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال 25، خلق المراقبة. المراقبة خلق جليل من أخلاق المؤمنين، وهي دليل صدق الإيمان وبلوغ درجة الإحسان، وهي تعني دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فيستحي من الله حق الحياء ويراقبه مراقبة من يعلم أنه يراه، ويستحضر معيته سبحانه وتعالى في السر والعلن. يقول تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمراقبة والإحسان قريبان في المعنى، ففي كل منهما استحضار لعظمة الله عز وجل، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام حين قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلسان حال العبد المراقب لله عز وجل: الله ناظر إلي، الله مطلع علي. فمن يراقب الله عز وجل لا يجترئ على حدوده ولا معاصيه. ومما يعين على المراقبة أن يجتهد العبد في التعرف على أسماء الله تعالى وصفاته، ليتصور عظمته سبحانه وسعة علمه وسمعه وبصره وإحاطته بأحوال الخلق، فيتولد عنده معنى الحياء والخوف والتعظيم والتوقير لله. وكذلك كثرة الذكر باللسان يشعر المؤمن بقربه من الله تعالى ومراقبته، والتفكر في شدة الحساب وأحوال الموقف بين يدي الله عز وجل في الآخرة. فلو أننا راقبنا الله عز وجل حق المراقبة لتغيرت سلوكيات وتصرفات المجتمع إلى الأفضل، لأن الإنسان إذا ما استشعر معية الله وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه وعلى أفعاله، وقاه الله عز وجل كثيرا من الشرور والمفاسد والآثام. لذا قيل: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن عينه لحظة، وشكرك لمن لا تنقطع نعمته عنك، وطاعتك لمن لا تستغني عنه، وخضوعك لمن لا تغيب عن ملكه وسلطانه. والسؤال: أخبرنا الله تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم حتى مثقال ذرة لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. يا من له ستر علي جميل،
هل إليك إذا اعتذرت قبول؟ أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المسابقة لها جائزة يوميا قيمتها 1000 جنيه، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع، إضافة إلى 3 جوائز شرفية، 2 منها للمشاركين في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية، وواحدة من خارجها، وتذاع أسماؤهم عبر إذاعة القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. قدمنا لكم الدين حسن الخلق.